يا مساء الخير ويا مساء النور، يا أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. الفيديو إن شاء الله راح أشارك معاكم بعض المنتجات اللي أنا أخذتها من شركة نون أو من موقع نون. الموقع ده صار عندي إدمان له غير طبيعي بصراحة لعدة أسباب، أهمها إنه سريع وفي نفس الوقت المنتجات أصلية، وكمان دائما في عروض وخصومات وحاجات كتير بتخلي الإنسان إنه بياخد معه من عندهم. أول شيء أخذته وهذا المقشر من شركة نيفيا. طبعا كلنا عارفين شركة نيفيا، إحنا تربينا على شركة نيفيا، يعني من كنت صغيرة وأنا بستخدم الكريم الأزرق المرطب من نيفيا، والحين ما شاء الله شركة نيفيا عندها منتجات متنوعة ومختلفة. المقشر ده من المقشرات اللي أنا كتير بحبه جدا، هو بين الجريب فروت وكمان مقشر طبيعي بينقي وبيوحد لون البشرة. الجميل فيه انه يخلي بشرتك مرة لطيفة ومنتعشة. سعره حوالي 12 ريال، طبعا ده مش السعر الحقيقي، بعد الخصم صار 12 ريال. الثاني اللي اخذته هو هذا السلك الشاحن للموبايل. انا من الناس اللي بتعاني مع سلك الشاحن، على طول عندي سلك الشاحن بيتقطع بسرعة، فاخذت هذا الشاحن وفعلا يا بنات انا انصدمت من الجودة. هو من شركة نون، لان نون عندها منتجات خاصة فيها. سعره كان حوالي 10 ريال. الجودة بمقارنة مع السعر مرة مرة ممتاز، أنصحكم فيه كتير للناس اللي يبغون الإلكترونيات، عندهم كل الأنواع أو كل المنتجات الإلكترونية جودتها مرة ممتازة، وزي ما انتم شايفين كأنه يعني من ماركة كبيرة، قوي ومتين وفي نفس الوقت ما بيتقطعش زي بقية الأسلاك، وأنا استخدمته وطلع شغال معايا. بالمقارنة مع السعر فهو مرة بطل ومرة يستحق إنه كل ريال تصرف عليه. بين الحاجات اللي أنا اشتريتها وفعلا كنت مرة متحمسة إنها توصلني وما صدقت إني لقيتها بهذا السعر، هو هذا الغسول للوجه من نيتروجينا. نيتروجينا أنا جربت كذا منتج معاهم وجربت كذا غسول من نيتروجينا، لكن استقريت على هذا الغسول من الجريب فروت. طبعا هم عندهم تشكيلة واسعة. السعر كان حوالي 12 ريال، أنا عارفة أنكم مش هتصدقوا لكن فعلا كان نازل بالسعر 12 ريال، حوالي 200 ملي. شركة نيتروجينا من الشركات المشهورة في العناية بالبشرة، والخاصة موضوع حب الشباب، عندهم منتجات عظيمة أو رائعة للناس اللي بيعانوا من الشباب، من حب الشباب. كمان أخذت هذا المعطر أو مزيل العرق، أنا بصراحة أول مرة أشتري من هذه الشركة، أعتقد اسمها أونشانتور، هي شركة فرنسية. أنا من الناس اللي ما بتحبش مزيلات العرق كتير، لكن اضطريت إني أستخدمه. ريحته مش هقول عليها إنها واو، لكن ممكن نديها 4 من 10 بصراحة، يعني مش ريحته حلوة أوي يعني للدرجة دي. فيها تشكيلة كبيرة، سعرها كان حوالي 10 ريال، يعني السعر مناسب. من بين الحاجات اللي أنا أخذتها وكنت فعلا متحمسة إني أخذها هذا الشاور جل بالأملاح البحرية. طبعا أول مرة أستخدمه، يعني ما عنديش أدنى فكرة عنه، بس لقيت عليه تعليقات محفزة فقلت لي لا إني أخذه وأجربه. هو من أمالافي، أعتقد إني نطقت الاسم صح. طبعا هو مكتوب عليه كل الفوائد للجسم. انا بمجرد اني قرأت عنه من الاملاح البحرية او اي شيء له علاقة بالبحر انا بحبه، فخلاص قلت خليني اجربه واشوف ايش النتيجة. طبعا مش هقدر اقيمه الحين، سعره كان حوالي 13 ريال، كان نازل عليه خصم. من بين الحاجات اللي انا اخذتها هو هذا الشمع مع أعواد الخشب أو أعواد الآيس كريم عشان إزالة الشعر من الجسم. طبعا أنا ما سبق لي استخدمت هذه الحلاوة أو هذه النوع، دايما بستخدم الواكس.
أو الشفرات، فهذه المرة قررت أني أستخدمه وأشوف إيش الفرق بينه وبين الواكس، ورح أعمل لكم إن شاء الله فيديو قريب عليه وأقدر أقيمه وإيش الأفضل، أي طريقة أفضل واللي حتساعد الجسم. طبعا أنا ما أفضل أنه تستخدموا مثلا الكريمات، لأن هذه الكريمات كلها منتجات صناعية وممكن تضر بالجسم. راح أتكلم لكم شوية عن منتج نيتروجينا. منتج نيتروجينا من المنتجات اللي أنا استخدمتها، أقدر أقيمها من 9 على 10 من بين الغسول اللي نسبني جدا للبشرة الجافة. كمان أنصح بها أي واحدة عندها بشرة جافة إنها تستخدم هذا النوع من الغسول، لأنه فعلا بيخلي البشرة منتعشة. لكن بعد الغسول ده يفضل إنك تاخدي أو تعملي مرطب يكون فعلا فعلا مناسب لبشرتك، وممكن يديكي رطوبة لفترة أطول. وعلاج علاج الجفاف دائما دائما لازم نبتدي من الجسم من الداخل، نشرب مية كتير، ناكل فواكه، ناكل خضروات زي الخيار، الحاجات دي بتدي للجسم نضارة، وفي نفس الوقت بتدي البشرة بتخليها رطبة. الناس اللي ما بتحب الشرب المية كتير، في ناس كده ما بيحبوا الشرب المية زي أنا، أفضل طريقة لقيتها هي إني أعوض بالعصاير الطبيعية اللي أنا بحبها زي الكركديه، زي عصير الرمان. من يعني أنت اختاري العصير اللي بتحبيه وخديه بدل الموية. طبعا أنت لازم تشربي موية، كده كده حتشربي موية، بس يعني عشان تزودي كمية المية في الجسم بتاعك وتتخلصي شوية من الجفاف في البشرة. بالنسبة للمقشر ده يا بنات، راح يكون له فيديو مخصص راح أتكلم فيه عن مميزاته، عن ما أعتقد إنه له سلبيات، لأنه ما شاء الله حتى لو استخدمتيه وبشرتك جافة ما بيسببش الجفاف نهائيا. من بين الأشياء كمان اللي أخذتها هو هذه المناديل من كلينكس. المناديل كمان ما بتسببش أي ضرر على البشرة أو بتسبب جفاف. يعني لو أنت عندك زكام، أعرف أن الناس لما بيكون عندها زكام ومن كثرة ما بتستخدم المناديل بيجيلها جفاف حوالين منطقة الأنف، لكن دولت ناعمين على البشرة. وبكده يا بنات نكون وصلنا لآخر الفيديو. دي كل المنتجات اللي أنا أخذتها من شركة نون. عايزة أديكم نصيحة في موضوع الشراء، لازم تستغلوا فرصة اللي بيكون فيها نازل عليها على المنتجات اللي انتوا تبغوها خصومات، ده راح يفرق معاكم. تشتروا المنتجات اللي بتناسب بشرتك، ولو بشرتك جافة تختار المنتج اللي حيكون مناسب لبشرتك عشان بشرتك ما تتعبش. طبعا ده بيجي حسب التجربة، أو كمان انكم تستشيروا مع الطبيب او الطبيبة اللي انتوا بتروحوا لها. ده الفيديو بتاع اليوم. اتمنى لكم اوقات سعيدة واقول لكم السلام.